بدأت دراستي في اللغة العربية عندما كنت في المدرسة الثانوية هنا في باريس، وبعد ذلك تعلمت أيضا العامية، ولكن هنا وهناك بين مصر ولبنان، وحتى اليوم ما زلت أتعلم طبعا. علاقتي مع اللغة العربية بدأت في الجزائر، حيث مكثت بضع سنوات في الجزائر وتعلمت اللغة هناك في المدرسة الجزائرية. بدأت علاقتي باللغة العربية في الطفولة، حيث درست في تونس في مدرسة فرنسية منذ الابتدائي حتى الثانوية العامة. كنت أتعلم في المدرسة اللغة العربية حتى لو بشكل بسيط نسبيا مقارنة باللغة الفرنسية التي كانت أساسية بطبيعة الحال. أستعمل اللغة العربية في إطار شغلي هنا في خارجية الفرنسية، حيث أتواصل مع نظرائي من الخليج وكذلك من العالم العربي باللغة العربية، سواء كان هنا في باريس أو في تنقلاتي في الخارج. في عملي اليومي اللغة العربية كمستشارة صحفية في سفارة فرنسا في مصر تلعب دور محوري أساسي مهم جدا في عملي اليومي، مثلا في متابعة وتحليل كل أنواع الإعلام المصري، وأيضا في بناء علاقات جيدة وسهلة مع ممثلين الإعلام المصري. أستخدم هذه اللغة يوميا طبعا، ومعرفة العربية مهمة جدا لإدارة الموقع الإلكتروني أو لتحليل الرأي العام على الشبكات الاجتماعية، وأيضا مثلا لإدارة مقابلة مع الضيوف الذين نستقبلهم، حتى لو معظمهم يتكلمون الإنجليزية والفرنسية بطلاقة طبعا. إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود، لأنه يعبر عن أهمية الواقعية، وأعتقد أن هذا مبدأ مهم جدا خصوصا في إطار العمل الدبلوماسي. هناك تعبير باللغة العربية المصرية ليس بالفصحى، أحبه جدا وينقذني يوميا منذ وصولي إلى مصر، وهو تعبير يقول معلش. بالنسبة إلي معلش هو الطريق إلى الصبر والحكمة. عبارة العربية المفضلة هي لكل داء دواء، لأننا نجد في بعض من الأحيان صعوبات في معالجة بعض القضايا، ولكن يجب أن نبقى لدينا طموح كبير ولكل مشكل يعني حل.